بالنسبة للدليل السياحي الإلكتروني لزوار المدينة المنورة، ظهرت الفكرة انبثقت من وجود هم الوصول إلى معالم السيرة النبوية. معالم السيرة النبوية هي جزء من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تشمل المساجد والجبال والوديان والمواقف والطرق والمواقع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحكي آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي جزء هام من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان لها فناً خاصاً في العلوم الإسلامية يسمى بعلم البلدانيات، وهو من أهم العلوم التي تدرس مواقع الجبال والوديان والمدن في الربوع الإسلامية. فإذا عرفنا هذه المواقع التي تخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتشفنا الجزء الكبير من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لها دخل أيضا في تقرير الأحكام الشرعية. ممتاز.